السيد الرئيس سي العزيز بنيس، اول دوره استثنائيه تتم فيها مناقشه نقطتين: النظام الداخلي وتعيين ممثليكم بمجموعه تجمعات العاصمه. أعطي سماتكم عن التصويت بالاجماع في النقطه الاولى، النظام الداخلي. شكرا لكم على هذا السؤال. الابتسامه ديالي، انا جد مسرور على هذه الدوره اللي دازت في ظروف حسنه. كان تعقيبات ديال بعض المستشارين بطبيعه الحال، تعقيبات اللي كانت في المستوى حاولنا نجاوبوا عليها، وفي الاخير استطعوا باش يقتنعوا بان النظام الداخلي كان كله في صالح الساكنه، في صالح الدورات ان شاء الله المقبله اللي غادي باش تكون في تنظيم محكم. السيد الرئيس، انتم لستم غرباء عن تدبير الشان المحلي. هذه الولايه الجديده، هل هناك نفس جديد من اجل اقلاع تنموي بمرسى الخير؟ طبيعه الحال ما جيناش غير باش نكونوا ممثلين هنا فارغين، بلا حتى شي مبادرات، بلا حتى تصورات المستقبليه للساكنه والجماعه بصفه عامه. عندنا تصورات اللي هي كبيره اللي كتهم الساكنه، عندنا طموحات كبيره، عندنا بالنسبه للعالم القروي اللي كيفتقر الابسط الاشياء اللي هي الماء صالح للشرب، بالنسبه للحافلات ديال النقل الجامعه كتعرفوا عندها واحد الخصاص كبير في هذه الماده اللي هي حيويه بالنسبه للموظفين، بالنسبه للطلبه اللي كيقراوا في الرباط في الجامعات. يعني نحاول ما امكن باش نوفروا لهم هذه الحافلات. كاين بالنسبه عند كاين مشاكل تتخبط فيها واحد مجموعه كبيره ديال الساكنه ديال مرسى الخير، بالاخص في التجزئه، وما يخفى ما تخفاش عليكم بان بعد تنظم تصميم التهيئه الاخير ووسع الرقعه ديال البناء وديال الرقعه ديال ما هو لوتيسمون على حساب صعيد الجامعه. اذا غادي نسعوا جاهدين ان شاء الله لاستقطاب ما امكن المستثمرين للمنطقه اللي توفر ما امكن للعامل الشغل للشباب، الطاقات الشابه اللي هي متوفره بكثرة في الجماعه واللي في حاجه امس للعمل. وكاين نقاط اخرى اللي غادي نطرقوا لها ان شاء الله الرحمن الرحيم بتشارك مع السلطه الاقليميه في شخص سيد العمل، واللي فاتح يدو الجماعات والرؤساء بصفه عامه، وباغي حتى هو ينمي المنطقه وباغي يساعد الرؤساء في تنميه الجماعات ديالهم ان شاء الله. نعم السيد الرئيس، يبدو من خلال تبعنا الدوره الاولى او الجلسه الاولى ان هناك معارضه، هذه المعارضه ما هي انتظاراتكم منها السيد الرئيس؟ المعارضه ما تكون الا واحد الشيء اللي هو ايجابي بالنسبه وصحي بالنسبه للمجلس، ومعارضه ما ان شاء الله نتمنى انها تكون معارضه بناءه، وهذاك الشيء اللي كيبان عليها الناس التدخلات ديالهم تيطالبوا بمسائل اللي هي في صالح الساكنه، في المسائل اللي تيحاولوا يديروا الدور ديالهم كمراقبين. مازال ما بديناش الدورات اللي باش نحطوا النقاط باش يعطي يفيدونا حتى هما بالتجربه ديالهم، يفيدونا بالافكار ديالهم. حنا دابا مازالين في طور تاسيس ديال نكملوا باش نكملوا الهياكل ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى على الله باش يكونوا حتى هما يديو معنا يد في يد لصالح الساكنه، يفيدونا كيف قلت لك بالافكار ديالهم، وحنا يدنا مفتوحه لهم. وتنتمناو على الله باش يساعدونا وباش تكون معارضه بناءه. شكرا.